منذ الإعلان عن توقع سقوط حطام صاروخ صيني إلى الأرض خلال أيام، والجميع يترقب أين سيقع هذا الصاروخ الصيني التائه. صاروخ لونج مارش 5B أطلقته الصين الأسبوع الماضي. كان يحمل أول الأجزاء الثلاثة لمحطة الصين الفضائية الجديدة التي تنوي بكين الانتهاء من بنائها بحلول عام 2022. الصاروخ أقلع بسلام، ولكن بعد انفصال الوحدة الفضائية للمحطة بدأ الصاروخ يدور حول الأرض في مسار غير منتظم مع انخفاض تدريجي باتجاه الغلاف الجوي. الصاروخ يزن نحو 20 طنا ويعتبر من أكبر القطع الفضائية التي قد ترتطم بالأرض دون تحكم منذ عقود. طيب، أين الصاروخ الآن؟ وهل يمكن التنبؤ بمكان سقوطه؟ بحسب عدة وكالات فضاء، يدور الصاروخ حول الكرة الأرضية في مدار غير منتظم وبسرعة تصل إلى نحو 28 ألف كيلومتر في الساعة. يكمل الصاروخ دورانا كاملا حول الأرض كل 90 دقيقة. أما ارتفاعه الحالي عن سطح الأرض فهو أقل من 300 كيلومتر، وينخفض هذا الرقم طبعا بفعل الجاذبية الأرضية التي تجذبه إلى أسفل. طبعا لا يعرف بالتحديد أين سيقع الصاروخ أو حطامه بعد اختراقه الغلاف الجوي، لكن مساره يعني أن أي أجزاء سيتبقى أو أي جزء سيتبقى منه عند عودته للأرض سيهبط ما بين خط عرض 41 درجة شمالا و 41 درجة جنوبا، أي في هذه المنطقة. يعني إذا تحدثنا عن المدن التي من المحتمل يسقط عليها، يعني من نيويورك وبكين في أقصى شمال دائرة العرض هذه، وحتى جنوب تشيلي ونيوزيلندا. طبعا الدول العربية كلها تقع ضمن هذا الخطين أو ضمن هذا النطاق. من جانبها استبعدت الصين أي تسبب أي حطام من صاروخها في ضرر لدى سقوطه، وإنه على الأرجح سيقع في مياه دولية. هذا النوع من الصواريخ له تصميم خاص، وستختفي معظم مكوناته وتدمر أثناء عملية إعادة الدخول. احتمال إلحاق الضرر بأنشطة الطيران أو على الأرض منخفض للغاية. الإدارات الحكومية التي تراقب الأمر ستبلغ الجمهور بأي تطورات على الفور. وزير الدفاع الأمريكي لوين أوستن أعلن أن الولايات المتحدة لا تعتزم التدخل لإسقاط أجزاء الصاروخ التائه. وقال لويد أوستن: ليست لدينا خطة لإسقاطها، نأمل أن تهبط في مكان لا تضر فيه أحدا، في المحيط مثلا أو في مكان ما من هذا القبيل. لكن وزير الدفاع انتقد الصين بطريقة غير مباشرة وقال: بالنسبة لمن يعمل في مجال الفضاء فهناك حاجة إلى التأكد من أننا نأخذ هذه الأشياء في الاعتبار أثناء تخطيط عملياتنا وتنفيذها. طيب، إلى أي مدى يمثل سقوط حطام الصاروخ إلى الأرض خطورة فعلية؟ طرحنا هذا السؤال على الأستاذة آلاء العزام المتخصصة في مجال علوم الفضاء والفلك، هذا ما قالته. احتمال الخطر اللي ممكن يشكله من سقوطه على منطقة مأهولة بالناس فهذا احتمال ضئيل. المساحة المأهولة بالناس على الكرة الأرضية بالنسبة لإجمالي مساحة الكرة الأرضية هي مساحة ضئيلة جدا، فبالنتيجة بخلينا نستنتج أنه احتمال سقوط الصاروخ على منطقة مأهولة هو كمان ضئيل جدا. على الرغم من ضئالة هذا الاحتمال إلا أنه لساته موجود، فمعنى هذا الكلام أنه هذا الموضوع ما بيخلينا خايفين جدا، إلا أنه لازم نكون حذرين بحالة حذر. المنطقة المحتملة اللي هي ضمن دوائر العرض بين 41.5 شمال خط الاستواء و 41.5 جنوب خط الاستواء. طبعا الكثيرون أخذوا من مواقع التواصل ساحة للتعليق على الموضوع، وكالعادة كانت في معظمها مازحة. مثلا هنا سلطان: كن مثل الصاروخ الصيني، لا تخبر أحدا بوجهتك القادمة ولا بهدفك المستقبلي، واجعلهم يخشونك حتى في سقوطك.
هنا بوب طرابيشي يكتب: وأنا قاعد مستني الصاروخ الصيني يعدي من فوق سطحنا. وطبعا يرفق هذه الصورة لنجاح الموجي وهو يقوم بشرب الأرجيلة منتظرا أن يعد الصاروخ فوق سطح منزله. وهنا ما يطلق على نفسه معاون، يقول هذا المعاون في تدوينته، يقول: العالم كله مرعوب من الصاروخ الصيني وعم يعمل دراسات وين ممكن ينزل. وأرفق هذه الصورة توقع الصاروخ حيقع فين واكسب كيلو أو 5 كيلو كنافة نابلسية. شكرا لمشاهدتك ترندنج. سنسعد باشتراكك بالقناة ومشاركتك لقصصنا وإعجابك بها وتعليقك عليها.